رؤية من الدار البيضاء، مرحبا بك. بارك الله فيك اخويا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا رؤية. كيفاش مصطفى بخير؟ الله يبارك فيك يا رؤية. تاني مرة كتعيط لنا؟ تاني مرة كتعيط لنا رؤية؟ ما سمعتش. واش تاني مرة كتعيط لنا ولا؟ تاني مرة. تاني مرة. تاني مرة. هذيك المرة قبطني عادي، قال لي ما كاينش البوح اليوم ودابا عيطت. ودابا أييه. بغيت نعاود واحد المشكل عندي خويا، وقع ليا دابا شي مدة سنين وأنا باقا كنعاني من مرحبا بك. نفس السيناريو. مرحبا بك يا رؤيا. كنت تعرفت على واحد الإنسان، وحاسة واش يكون إنسان يا ربي تسمح لي، لأنه أنا هذاك ماشي. تعرفتي على شي واحد؟ تعرفتي على شي واحد يا رؤيا؟ ماشي ديال العشرة، ماشي ديال، المهم انجاب لي الله كينتفاق مني. وحكي لنا باش نعرفوا حنايا. باقي لحد الان هاد السيد، انا ما نكذبش عليك، انا تنخرج. اش فهمتي اخويا مصطفى؟ كنسمعك يا رؤيا. يعني تنخرج، يعني مهنه عندي انا تنخرج. كتمتهني الدعاره؟ على راسي بحال هكا، تمشي للكباريات، تمشي. تلاقيت مع واحد السيد. هادشي اسمح لي رؤيا، انت بديتي هاد الحياه وهاد الحاله ديالك، وشنو هي الظروف فاش بديتيها؟ الظروف فاش بديتي خويا مده 2007 تقريبا، 2007 بالضبط. شحال دابا في عمرك؟ 29 عام. بديتي في 19 عام. هكاك كان وقع لي المشكل بشي مده. وعاودي لنا، عاودي رؤيا، عاودي لنا من الاول وشويه بشويه باش نقدروا نسمعك. احنا ما عنديش الصول بزاف، خصني نعاود. المهم انا المشكل اللي طاري لي مع هذا السيد، اسمح لي يا سي مصطفى. الو، كنسمعك. هذا السيد تعرفت عليه اخويا، بركت معاه شي ثلاثه المرات. اصلا من الاول ما مشيتش معاه بالضبط، كنت خارج من واحد الكاباري، كانت الليل والشتا كتصب وهذا، ويشوفني داك السيد دايز بالسياره ديالو ويقول لي يا اختي شتا عليك وكا باقا صغيره وهادي، اجي لحد كي لا راه غنرغي قريب، غنقطع الشامبي غندخل لواحد الملعنه قريبه. فوقاش هادشي؟ هادشي 2008. وصافي كنت مع داك السيد ويقول لي دابا انت غتمشي تدخلي الكباري، خصك تشربي، مازال خصك بزاف. علاش من زعما اقترح عليك تمشي معاه؟ تمشي معايا رفقك نعطي لك. وفعلا بلي داك السيد فهمتي ولد الناس بخير، ماشي شي واحد اللي غيتكرفس عليا ولا هذا. مشيت معاه داني عند الدار صاحبه، كيسكن حداه جارو، ولكن دخل عند الدار صاحبه. دخلت مع السيد هذاك الشيء سالينا، عطاني رفقي هادي، دخلت الحمام دوشت، كنخرج بقى عاقله ملويه ليا واحد الفوطه هكا. السيد الاخر جالس في الصالون ضرب عليا الطن، المهم قال لي والو هاد البنت بغيت نجلس. واخ. ومن بعد؟ بعد صافي بحال قال لي هاد البنت، المهم بغيت وليتي معاهم؟ معاه عطيها رفقه وليتي معاهم، بلاتي نتشاور معاها الدعاره يعني. نتشاور معايا يعني بقيتي معاهم بجوج؟ لا ما رفضتش انا داك النهار، رفضت داك السيد الاخر، قلت له ما يمكنش ليا، جاتني عيب فهمتي. واخ. انا اصلا ماشي ديال داك الشيء كاع، غير الظروف اللي خرجتني. واخ. ومن بعد وشنو هي الظروف بالسلامه؟ وشنو هي الظروف بالسلامه اللي خرجتك؟ الظروف فاش كان وقع لي داك المشكل وما قدرتش نواجه الدار ديالنا. اشنو هو هذا المشكل اللي وقع لك وما قدرتيش تواجه دارك؟ هو مشكل هو فاش ان واحد السيده كنت صاحبت معها، واحد السيد كان ديما حاط عليا عينو تيقول لي هذيك البنت تنبغيها، تتبقى هي بحال كتراسل بيناتنا ديما، كتبقى تقول لي هذاك السيد راه تيبغيك تيموت عليك. قلت لها اختي انا مازال صغيره، ما بغيت ندير لا علاقه لا والو، انا مازال ما كنفكرش في هذا الشيء كاع. فهمتي؟ واحد النهار دار ليا مصايد ويقول لها انت فلانه، غتقول لها عندي عيد ميلاد وهادي، ويلا تخرجي وتفوجي. فهمتي؟ ومعانا ديك الساعه قلت لها دي بنت العروبية زعما ما فاهمهاش فهمتي. صافي هو داك وهي تجي جات عندك عندي وهي تقول لي راه فلان عنده عيد ميلاد وهادي، والله انا بغيت نمشي نبركو شويه.
انا على نيتي نمشي باقا صغيره فهمتي، انا نسحب داك عيد الميلاد ما عمرني اصلا ما شفت داك عيد الميلاد كي داير فهمتي، باقي الله جايه من الباديه ما فهمتش. بعد ما وصلت لي عند الباب حالا كندخل مع الدخله اللي دخلت كي السيد كيسد الباب وهي كنمش كنعيط لها فلافنا قال لي ودير واحد المزيكا مجهده واخا تغوت ما كاين ما غيسمعك حتى شي واحد. واحد الموسيقى مجهده بحال كباري اكثر من الكبار بزاف. السيد الوالي يدي بحال هكا كنقول له خويا شنو كدير، قولي على ديك العياقه اللي فك وهادي وهادي. يا خويا على الاقل بحال ما بغيتيش تجيب الزز جيتي بالخاطر، ما بغيتيش تجيب زعما بزز جيتي ما بغيتيش تجيب بالخاطر جيتي بزز زعما بغيتي تجي بخاطرك زعما نعم. صافي ديك السيد هذاك النهار متقدر شد ليا يدي بحال هكا الوام ليا بحال هكا عند راسي. المهم هذا شغله انا المهم كنوض قال لي داك الشيء فلا اله الا الله محمد رسول الله. من تما خرج حالاتي مصدوم، خرج وحده اخرى بعدا كاع عايشين هذيك الدريه اللي كانت وحده اخرى شايف ما قدرت نقول لا لا للختي كاع اللي ساكنه معاها قدرت نقول لها والو بقيت ساكته على داك المشكل. صافي فاش دازت المده وهذا واحد النهار كنت خاصم بحال هكا ما انا كنت جالسه مع اختي وختي مزوجه براجله وهذاك المهم شويه وليت كنت خدامه في واحد المعمل وليت كنتعطل شويه كنجي مع ديك العشره ولا ديك تقول لي يا اختي لا ما خصكيش تخرجي فاب كتجي معطله ماشي هذا هو الوقت هادي عرفتي شحال ديري جلسي وحده ولا ما قلتش ما بغا يعجبكش الحال ديال حوايجك وسيري راه البنات صغار منك وكارين دي براسك. صافي انا ما تسوقش هذيك الهضره واحد النهار وليت شد لي الشنطه ديالي قلت له حاليا من الدروج بلي اختي سير راه قلت لك كاينين بنات صغار منك وخارجين قادين دريوس. شحال كانت عندك الساعه 16 عام 17 عام شحال؟ بحال هكا هذيك الساعه كانت عندي 16 عام وشي حاجه. صافي خرج مشيت فيها جا واحد السيده من ماشي من عائلتي انا بعدا من عائلة راجل اختي. مشيت عندها قلت لها اللي كاين ولكن وهي تقول لي غنديك عند شي بنات كنعرفهم واحد البلاصه المهم واحد السيد شهور بعيد شويه. قالت لي المهم راه خدامين ملي مشيت هذيك البنات حتى وحده ما خدامه فيهم فهمتي. دخلت مع واحد السيده كنعقل عليها هي كبيره عليا شويه في الله كتخرج كتشرب كدير كلشي كنضرب كتقول لي فلانه راه فلانه كيك ما كيصحاب ليك انا ولدت تكون سيتك وشوفي يا بنتي ملي غادي يوصل للشهر راه ما غنعقلش عليك راه غنزلك حوايجك ونخرج المكسير اختي قلبي على راسك جيبي الفلوس. انا كندور دوره عادي كنجي كنعس ما كنبغيش ما عنديش مع داك الشيء ما كنبغي كنجي ندور الدوره كنجي نعس. تقول لي عرفتي شنو غديري يا اختي راه الا ما خرجتيش دبرتي على راسك. صافي وليت كنخرج مع واحد الدريات تما ولا كيخرجوني كيدوني البلايص ديال هذا صافي عجبني انا داك الشيء كيصحب ليا كانت هذيك لا كتبان لي الدنيا زوينه. صافي بقيت هكا كي باش تلاقيت مع هذا السيد مدة 2008 خويا قلت لك بقى خدا النمره من عند هذاك خينه ما بغيتش نمشي معاه قال لي شوفي العار ولو تجلسي معايا غير مره واحده في حياتي هادي ولو غير مره واحده جيت هذاك السيد ما عرفت السيد واش عجبته والله اعلم. المهم بقى كيتصل بيا ديما ولينا كنخرجوا ولينا كنتقهوى ولينا كنجلسوا قال لي شوفي غادي تصاحبي معايا انا غادي تولي عشيرتي وسيري قلبي لك على شي خدمه غادي تبقى عشيرتي انا. قلت له واخا ماشي مشكل فعلا مشيت اول مره ما غنخدم مشيت خدمت سيرفورا في قهوه. خدمت سيرفورا صافي بقيت مع وين سيد المهم دازت ما ديك الساعات ما بقيتيش كت زعما كتمشي مع اي واحد بقيتي مع غير هو؟ لا صافي جا واحد الوقت واحد تيبقى بعدا كاين تيصب عليا مراتي مات ولادي حبيبه كبيده عرفتي غدوز واحد راه تسع سنين حبيبه غنلبسك الحرير غندير لك المهم انا مع باقا صغيره وداك الشيء صافي فيقت هذاك الكلام كلام معسول يعني انا بحال ولفت وليت كنبغي بصح صافي وليت كنبغي واحد المدة ويتيقول لي سيري الزعلة يا التاركة انت عايرة وهادي ومستوايا وماشي هو مستواك وكاين واش كاين شي عباد الله شي مدير طلاصال هادي غيديسك انتيا سيري للكباريات سيري انا ماشي زعما ماشي في المستوى ديالي هادي. بحال هكاك وانا عطيتي صح
اها المهم وفين مشيتي عاود؟ رجعتي للطريقه باش كنتي في الاول؟ رجعت لهذيك الطريقه وتبليت والحكم زعما كنتش كندير شي حوايج وليت كنديرهم ديال بصح. اها باش تبليتي؟ تبليت بين الدار والسراب. اها لقيت شي واحد كيدير الغبره ندير معاه الغبره المهم اللي كانت كدوز. اها اللي لقيتها في الطريق المهم المهم وصلت واحد متزوج بواحد خيتي تزوج بديك خيتي شكون هو؟ تزوج على انت بقيتي متبع حياته واخا قالك سيري في حالك بحال ما نمشي مستواك ما ت... لا ما بقيتش معاه ولكن هو كيبقى مرق هو اللي مازال كيتبعني وكيفسط ليا ولاد السيكشور ديالهم. اها علاش؟ ما نعرف المساعدة كون اخي ما بغاش المساعدة ديالك عطاني اتساع ما انا ما كنتش عارف واش مزوج بعدا ملي مشيت كنلقاو يقول لي هي مراتي هذه هي مراتي اختي اللي جبد لي الكريت ديال الزواج كيقول لي واش ما طيقتيش ها هو الكريت قلت له خويا ولكن علاش لعب عليا هاد اللعبه هذا علاش تصيفط لي الناس القهوه فين خدامه وتجري من هكا وتجري من هكا وتابعني هكا وتجسس عليا هكا المهم علينا دزنا ويقول لي خلى مرتو بواحد المسافه طويله شويه ويقول لها بقاي سم ويجي عندي يقول لي اجي حبي اجي انت راك حبي الاول والله ما ننساك بالله بحال هكا طيقتك ويشد لي من يدي شد لي من يدي ويهبط من واحد الدائره ديال البوليس حداهم تما ويقول لي ما جات هجمات عليا وتهجمات على مرتي ويشدوني هذوك البوليس اللي باقيين يلاه ابتدائيين يلاه بعدين حيت هو معروف ولد فلان فهمت العقالة لاباس عليه كذا كذا المهم غير تهجمات عليا هادي هادشي اللي خسر عليهم والله وأعلم دور معاهم عطاهم فلوس ولو كيتكرفسوا عليا كيضربوني كيمرمدوني كيطيحوني في الارض انا ما كنحملش داك العنف صيف نهائي صافي وانا واحد الراجل كوميسير الله يذكره بخير شويه بعقلو هذا ولا محسس لهم تبقاوش هاد البنت ما تبقاوش تضربوها دار مع دوك الدراري تبقاوش تضربوا فيها واش قال لهم نتوما عارفين بعدا راه تجيتو كتضربوا في هاد البنت قالوا لي لا تهجمات قال لي باش عرفنا قال لي لا كان هو ظالم ولا كان هو ما عرفنا احنا شنو هادشي جا السيد قال لي قلت لهم هاد السيد كيتبعني في الماشي صافي داروا لي التحريض على الفساد يعني كيبيع ويشري فيا فهمتيني انا ماشي حولي انا ولا ماشي بقره باش بدات تبيع وتشري فيا من واحد تيقمر عليا سم فطاسه شوف قالت لك 200 درهم انا نعطيك 400 درهم قالت لك 300 درهم انا نعطيك 600 درهم ها البلاصه فين غديها وديها وتا انا غنمشي وغنجيب وحده نقصر معاها مريض عرفتي شنو هو دار لي عمرني ما عرفتش واحد بحال هذا مريض دابا بكثر انا نسيته عسى عليا الله منه هالمشكل دابا المشكل ديالو هو ما بغاش يبعد منه طلق هذيك السيده ولا ما عرفت شنو تمجي عاوتاني ما بغاش يرجع ليه والو قلت ليه وكيفاش تخرجتي من 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 ما تابعوك بالفساد ولا ما تابعوكش بالفساد المهم هو بعدا خرج المهم هو عطاوه تحريض على الفساد انه فهمتي شنو عرفتي صافي شنو تحريض على الفساد ياك اه ولكن دابا انت ما كنتيش قاصر ديك الساعات لا ماشي قاصر هذيك الساعه 2012 ما بقيتش قاصر 2012 كانت عندك ديك الساعات واحد 22 عام ياك 22 عام كنت بحالك 22 عام ولا 3 بحالك وعلاش ماشي قاصر علاش تابع انت تابعوك بالفساد هو هو داروا لي التحريض على الفساد لانه ما عندوش حق والخيانه الزوجيه ما عندوش حق باش يتبعني وانا حتى انا داروا لي فهمتي مع قال لهم وراه عايره فهمتي كتخرج لي انا عطوني واحد 6 شهور المهم هو داروا لي التحريض على الفساد وداروا بجوج بكم هو فسر علي بالفلوس عدوا العقد وانا غادي كيسول في ذاك بقى عقل على ذاك السيد ويقول لي اجي نقول لك انت واش بحال هكا واش الوالد ديالك عنده شي ارض في البلاد ولا هادي قلت ليها الوالد ديالي الشاف الوالد ديالي راه بالله راه ما عنده والو صافي شري بقي عقله شري لي واحد ذاك في مالبورو هذا دوزت واحد 3 ايام في الجيور تما تكرفيس البرد وهذا المهم علينا كاينه غير انا واحد البنت وتما كاين غير الدراري تيبقاو يغوتو علينا ويبرزطونا
وجد كيشاف عافاك الله رحمك الوالدين ندير علينا شي العيد انا تغطى المهم شي حاجه تغطينا باش ما يبقوش مبرطين الدراري اها وعرفتي ما كنتش تعيطوا ليا وخلود وخلود ديك الساعه كان داك الفيلم ديال منتصر وخلود شوهوني وخلود بغينا نشربوا وخلود المهم علينا تيتيق في واحد الشاب تنخرج نجيب ليه الماء المهم تسخر عليهم وداك الشيء عارفين ترونكيل خرجنا دزنا المحكمه ديال 97 عند الوكيل وداك الشيء وبقيت السيدة اش بغى منك واش باغي يزيد المرة الثانية ولا شنو ومع هذيك السيدة واقفة مع مراته شنو كنت مع مراته مع مراته هو يقول لي السيدة شنو باغي منك ما عرفت السيدي ما عرفت هذا الشيء اللي كيدير فوق لحد الان باقي سي مصطفى لدابا عايشة مع المشكل تصور معايا الكبار خلينا عاودي ليا لا رؤية عافاك رؤية غير بشوية عليك وعاودي ليا من ورا فاش فوتي ديك 6 شهور الحبس لا ما حنت هو لا ما تشديتش خرج شحال هادشي خرجنا براءة بجوج انا وهو ولكن هو قلت لي تحريض على الفساد هو اللي خصو يتابعو اصلا حنت هو اللي ما عندوش حق انه متزوج ما خصوش يبقى يدور رجليتي فهمتي فهمتي سي مصطفى لافوت ديالو هو ملي جاو البوليس يحكرو داكشي يعني تحريض على الفساد فساد يعني هو تيبيع وتيشري فيا المهم المحضر الاول هادشي اللي كان فيه ولكن من بعد ما تابعتوش ما المحكمه شنو باش حكمت لكم صافي عيط لي با تخرجنا وداك الشيء وعيط لي با وليا جي نقول لك بحال هكا ويقول لي دابا شنو صورت يا بنت شتي بحال هكا شنو كيقلد لك على شي واحد اللي في المستوى ديالك وهادي حنا راه ماشي في المستوى ديالك بنتي وهادي وسمحي لينا بزاف يا ما شوف قلت لي الشريف هذيك سمحي لي راه ما عندي ما ندير بها راه ولدك هو اللي ظالمني انا ولدك قلت لي بحق قلت لي شتي ولدك راه قصرت معاه من الاخر قصرت معاه ثلاثه المرات اشنو بغى بغى فلوس نردهم ليه شي حب ولا شي حاجه فعلا واخا من بعد حبيته عطيت ومن بعد من بعد بقى السيد باقي لحد الان باقي على داك الشيء اللي تيدير تيقول لي شوفي شتي قال لي انا وانتي الحاله ديالك باقي على نفس الطريق باقي الواقع ديالك هو الواقع ديالك باقي المآل ديالك بحال تنمشي مثلا تنقلب على شي خدمه تمشي نخدم في شي ريستوران ولا شي مقهى ولا هكا نفس المشكل تيتبعني تيفيسك ليا الناس انا وصلوك تنقول لي سيدي ما انا باغي نمشي على رجلي ما قلتش لك وصلني خويا لا من طرف فلان واسيدي هذاك السيد عطاني تيسع مابقيتش بغيتو بقيت بغيت شي حاجه ما بغيتش المساعده ديالو ما بغيت لا فلوس وما بغيت ولا يوصلني لا حتى شي حاجه ودرت ديكلاراسي خويا عاوتاني دفعت الوكيل وداك الشيء مازال ما عيطوش ليا مده دابا اخر وحده بعد اخر ديكلاراسي درتها راه فيها مده شهر وزياده هذه ما عيطوا ليا ما والو وباقي الطريق ديالك هي الطريق ديالك باقي كتمتهني الدعاره دابا باقي باقي انا ما لقيتش الخدمه داك الشيء اللي كان ديال ما عنديش ولكن ما انا هو علاش شي زعما ولو انا نكون مثلا انا حره في حياتي هذه المهنه ديالي هذا الشيء اللي كتب لي ربي الرزق ديالي قال لك لا ربي ما تكتبهاش لا ربي ما تكتبش هذا الشيء ما بقاوش تقول شي حاجه اللي ما كايناش والله ولكن راه ما كاينش القدر يعني قدرت عليك شي حاجه تعيشها ما عندك قدر هذاك قال لك اش من قدر هذاك ما عنده حتى علاقه بالقدر ما بقاوش تقول لنا شي حاجه ما كاين قطعت مكالمه لا لا واه لا واه ما بقاوش قلنا القدر قال اش من قدر شتي ديرها بحل فيها عينيك وغادي ليها وعارفها وكتقول لي قدر ثاني مسبقا مني قال لك بقاي معايا مسبقا مشيتي خدمت قلبتي على خدمه في قهوة وبقيتي معاه ولجؤك لهذه المهنة ما تعتبريش قدر ماشي قدر هذا